بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة تكملة للموضوع الثاني، خصائص التفكير العلمي وخطواته. هنتكلم على مهارات التفكير العلمي، وقبل ما نخش في مهارات التفكير العلمي هنرجع تاني بالذاكرة اللي احنا اتكلمنا فيه. احنا الموضوع الاول او الحصة اللي فاتت اتكلمنا عن معنى التفكير العلمي، قلنا هو عملية عقلية بيقوم بيها الفرد عشان يفهم العالم المحيط به وما يواجهه من مشكلات وقضايا، وبيحاول يفسرها لي ومش بس كده، وبيوجد حلول ليها وبيوصل لنتائج جديدة. واتكلمت ان انا لازم وانا بعمل تفكير علمي يكون معايا مجموعة من المبادئ العقلية اللي بتتبني على مبدأ عقلي، اللي هو استحالة تأكيد الشيء ونقيضه في نفس الوقت، مبدأ ان كل حادث سبب، من المحال ان يحدث شيء من لا شيء. واتكلمنا عن خصائص التفكير العلمي، واتفقنا ان التفكير العلمي كان تفكير هادف، يعني تفكير مقصود. واتكلمنا عن الحرية، ان رجل العلم ليه مطلق الحرية، موضوع البحث، الحرية في اختيار النظرية، نقد ما يراه أو يعدله بس بشرط يقدم الأدلة وكمان الجماعة العلمية تتفق عليها. واتكلمنا عن العمومية، ان الخطوات من خصائص التفكير العلمي ان يكون عمومية، ان العالم يبتدي يدرك الشواهد الحسية وبعدين يطلق عليها لقب التعميم. بعد كده قلنا الموضوعية، ان لازم العالم لا ما يدخلش معتقدات ذاتية ولا دينية ولا شخصية ولا رغبات واهواء. واتكلمنا عن كمي، دايما لغة الرياضة بتكون لغة دقيقة ومحددة، فدايما تعبيرات التفكير العلمي بتكون تعبيرات رياضية. واتكلمنا ان من خصائص التفكير العلمي الاستمرارية، ان التفكير العلمي هيفضل مستمر طالما وجود الانسان على الكون. اتكلمنا ان اجرائي، دايما العلم ما بيسالنيش عن اصل الشيء لكن بيسالني عن اوصافه وعن حركاته. النهارده بنخش في جزئيه ثانيه خالص، مهارات التفكير العلمي. التفكير العلمي عشان افكر تفكير علمي لازم يكون معايا مهاره، واحنا الترم الاول خدنا مهارات التفكير الفلسفي. عشان افكر تفكير فلسفي لازم يكون معايا مهاره شكل، لازم يكون معايا مهارة نقد، لازم يكون معايا مهارة تسامح، لازم يكون معايا مهارة تعميم وتجريد. هنا بنتكلم عن مهارات التفكير العلمي. أول مهارة للتفكير العلمي مهارة الملاحظة والتجربة. لو بصينا لكلمة ملاحظة والتجربة بنعرف إن هما مهارتين متتابعتين في نفس الوقت. هنشوف يعني إيه الملاحظة ويعني إيه التجربة. أي الملاحظة معناها عملية انتباه منظم مقصود للظواهر أو الأحداث أو القضايا. يبقى معنى كده أنا عملية انتباه منظم، يعني بخلي حواسي كلها موجهة نحو ظاهرة معينة مع انتباه عقلي، يعني في نفس الوقت الحواس بتلاحظ لي أو بتشاهد لي وأنا عقلي شغال معايا. بالظبط كده. هنشوف عالم نبات بيبتدي يلاحظ إن أنا عندي جزيئات في النبات، وبيلاحظ إن أنا عندي نباتات مختلفة. الملاحظة دي جت لي من الحواس، يبتدي يحصل له عملية انتباه بعقله. يبقى معنى كده وانا بلاحظ لازم يكون عندي حواس ترصد وعقل يربط. زي ما أرسطو كده قلنا في العمومية إن الحواس هي جواسيس للعقل، يعني الحواس تاخد لي المعلومات اللي موجودة في الخارج والعقل يبتدي يحللها ويربط بينها ويوصل لي للسبب. يبقى أنا هنا لما جيت عملت ملاحظة على النباتات حصل إيه؟ ابتديت ألاحظ إن أنا عشان يحصل عملية نمو للنبات في حاجات مسؤولة عن نمو النبات، الشمس والتربة والمية، لازم وجود العوامل دي. يبقى أنا خدت العوامل دي من خلال الملاحظة. يبقى أنا هو من خلال ملاحظتي ابتديت لاحظت ظواهر خدتها من الحواس عشان أكتشف إيه سببها وإيه قوانينها. يبقى أنا اكتشفت عشان النبات ينمو لازم يكون معايا ثلاث عوامل رئيسية، تربة ومية وهواء. هبتدي بقى اخش على عمليه التجريب. التجريب بقى انا هنا بجرب، يبقى ملاحظه مضبوطه تتحكم فيها جوانب الظاهره. انا هنا بجرب اعمل تجربه. انا قلت لك عشان النبات ينمو لازم يكون في شمس، طب انا هبتدي اعمل بقى تجربه، هدخل النبات ده واحطه في ضلمه هشوفه هينمو او مش هينمو، النبات بتاعي مش هسقيه ميه هشوفه هينمو ومش هينمو. يبقى هنا في التجربه انا عملت ملاحظه مضبوطه من خلال الايه؟ الملاحظة بتاعتي. يبقى عشان كده التجريب والملاحظة الاتنين مهارتين مرتبطوا ببعض، ما انا لاحظت فقمت جربت، والتجربة هي جت نتيجة الملاحظة. بعد كده تاني مهارة للتفكير العلمي،
التصنيف. يعني ايه التصنيف؟ قال لي بعد ما العالم يبدأ يلاحظ ويجرب يبتدي يحط لي البيانات أو المعلومات في مجموعات بناء على الخصائص المشتركة بينها. يعني إيه الكلام ده؟ أي إن العالم في أي دراسة لأي ظاهرة لازم تطلع له كم من المعلومات والبيانات، مش هيقدر يستوعب البيانات دي كلها في نفس الوقت، فيبتدي يعمل إيه؟ يبتدي يعمل لها عملية تصنيف، يحط الخصائص المشتركة فيها فبيبتدي يصنفها لي. لما جينا اتكلمنا عن عالم نبات او عالم اجتماع، هنا يبتدي يشوف الظواهر اللي موجوده قدامه ويبتدي يفهمها ويحطها لي على البيانات او على المعلومات. يعني عالم النبات بيلاقي نباتات مختلفه، في نباتات مثمره ونباتات غير مثمره، يبقى بيحط لي البيانات والمعلومات في جداول بناء على الخصائص، دي نباتات مثمره، لا دي نباتات غير مثمره. تالت خاصيه من مهارات التفكير العلمي القياس. أي القياس معناه إن أنا بستعين بأدوات وأجهزة تساعدني في عملية التجريب عشان أشخص الظاهرة. يعني قال لي إن أنا في بعض الأحيان الظواهر اللي العالم بيلاحظها ما بيقدرش يلاحظها بالحواس بتاعته، زي حركة الفيروسات دي بتكون حركات دقيقة جدا ما بقدرش أخدها بالشواهد الحسية اللي موجودة قدامي، حركة الكواكب. يبقى هنا لازم يستعين العالم بأدوات وأجهزة تساعده في عملية التجريب، زي الميكروسكوب، زي قياس الضغط، زي التلسكوب. يبقى أنا استخدمت أحيانا بعض الأدوات عشان أقدر أجرب لما بتعجز أو لما الظواهر ما بقدرش ألاحظها ظاهرة مباشرة. رابع حاجة من مهارات التفكير العلمي تحديد المتغيرات وطبقها، ودي فيها شوية كلام هنفهم فيها كل كلمة الأول وبعدين نبتدي نشرحها ونفسرها. قال لي عشان العالم يبتدي يعمل أي تجربة لازم يكون معاه ثلاث متغيرات. إيه قصة الثلاث متغيرات دي؟ الأول نعرف إيه المتغيرات ونعرف قصتها. لازم يكون عندي متغير مستقل، عندي متغير تابع، عندي متغير دخيل. إيه هو المتغير المستقل؟ قال لي المتغير المستقل اللي أنا عايزة أعرف درجة تأثيره، والمتغير التابع اللي أنا عايزة أعرف درجة تأثره. متغير دخيل يعني اللي أنا بعزله أثناء التجربة، بحاول قدر الإمكان أقول له ما تفضلش معايا. هنشوف. بندي مثال، أنا عايز أعرف تأثير الضوضاء على انتباه الطلاب. يبقى أنا عايزة أعرف تأثير مين الضوضاء على انتباه الطلاب. خد بالك ان ممكن التأثير ده يكون سلبي وممكن يكون ايجابي، فهبتدي اعمل التجربة. يبقى لازم الضوضاء يعني صويت، يعني صريخ، يعني دوشة، يعني صوت بيشد انتباهي على انتباه الطلاب. يبقى انتباه الطلاب هنا عندي ده متغير ثابت. يبقى أنا عايزة أعرف إزاي الضوضاء أثرت في انتباه الطلاب. مين بقى المتغير الدخيل اللي عندي؟ قال لي المتغير الدخيل بالظبط كده، أنا وأنا بعمل التجربة ما ينفعش أعمل التجربة آخر اليوم، ما شيء طبيعي طالب داخلي المدرسة من 8 أجي أعمل عليه تجربة الساعة 2 ولا 2 ونص، ما خلاص التركيز بتاعه بيكون قل. كمان ما ينفعش أعملها على طالب عيان أو على طالب مجهد، طالب فريش، وابتدي أعمل التجربة بتاعتي في بداية اليوم الدراسي. زي برضو لما عايز أعرف تأثير الرياضة على صحة الإنسان، يبقى هنا تأثير الرياضة ده متغير مستقل على صحة الإنسان، الجسم السليم. ما ينفعش بقى يكون عندي واحد مريض أبتدي أعمل أشوف تأثير الرياضة عليه، ما هو عنده مرض فأصبح هنا ده اسمه متغير دخيل عايز أعزله. تأثير الدواء على مرض معين، يبقى أنا بتكلم مثلا سي على تأثير دواء الضغط على مريض، المريض ده أنا بقى هو بتكلم على متغير مستقل تأثير دواء، دواء مين؟ بقول لك دواء الضغط. يبقى لازم أجيب مريض عنده ضغط، ينفع أجيب في التجربة بتاعتي مريض عنده سكر أو لا قدر الله مريض عنده كانسر؟ لا، لأن ده أصبح عندي متغير دخيل، يبقى لازم أعزله أثناء التجربة.
يبقى عندي رابع مهارة من مهارات التفكير العلمي، أحدد المتغيرات وأضبطها. يبقى أنا لازم أفهم مستقل، عايز أعرف تأثيره إيه، متغير تابع تأثره. فدايما بنقول إن المتغير التابع بيكون نتيجة مين؟ المتغير المستقل. يبقى مين دايما تابع لمين؟ دايما المتغير التابع بيكون تابع للمتغير المستقل، سواء بالإيجاب أو بالسلب. تمام كده؟ آخر مهارة معايا من مهارات التفكير العلمي، عندي مهارة تفسير البيانات. يعني ايه قصة تفسير البيانات دي؟ اي المهارة دي بعد ما ابتديت صنفت البيانات بتاعتي وحطيتها في جداول، لازم ابتدي اتحقق من صدق الفروض اللي وضعها لي. ايه قصة الفروض دي؟ عايزين نعرف الاول يعني ايه فرض. اي الفرض ده عالم بيحط مجموعة من الفروض بتاعته بيفرض. انا بفرض اهو ان انا لو انا منحت الضوء عن النبات هينمو ولا لا، ده فرض. دخلت عملت عليه تجربه، طيب لقيت النبات فعلا ما حصلوش عمليه نمو لان انا ما عرضتوش للضوء، يبقى هنا بالتجربه اثبتت لي صدق الفرض او كذب الفرض. يبقى تفسير البيانات دي بتعتبر اخر مرحله من مهارات التفكير العلمي، بعد ما خلاص صنف لي البيانات والنتائج وحطها لي في مجموعات وجداول، هيبتدي يتحقق من صدق الفروض ده. والله الفروض دي طلعت صادقه. دايما نتعلم كده ونفهم ان الفرض طالما اتحققت من صدقه بيتحول لقانون. يبقى خلصت، وخلصت نتيجه مين؟ خلصت صدق الفرض ده طلع لي نتيجه التجربه اللي انا عملتها. يبقى احنا كده خدنا 5 مهارات من مهارات التفكير العلمي، قلنا ملاحظه وتجربه، والاثنين مهارتين مرتبطين ببعض. تاني مهاره اسمها مهاره التصنيف، اصنف نتيجه التجربه بتاعتي، نتيجه ان انا عندي خصائص مشتركه. بعد ما صنفت هبتدي اعمل عمليه قياس، والقياس دي دايما ادوات بيستعين بيها العالم لما بتعجز الحواس انها تلاحظ لي الظاهره اللي موجوده. حركه الكواكب عيني مش هتجيب حركه الكواكب، فبالتالي استعنت بالميكروسكوب. طيب كمان بحدد المتغيرات، واتفقنا ان تحديد المتغيرات فيها 3 عوامل. لازم يكون عندي متغير مستقل، متغير تابع، متغير دخيل، وممكن احط اي مثال عايزة اعرف درجة تأثيره واعرف تأثره عليه، بس بعزل اي متغير دخيل دخل عندي في التجربة بتاعتي. اخر حاجة خدناها تفسير البيانات. هناخد النهاردة بقى خطوتين بس من خطوات التفكير العلمي، وكلمة خطوات يعني لازم أمشيها ترتيب، step by step، ما ينفعش أجيب واحدة قبل واحدة. هناخد النهاردة أول خطوتين معانا الشعور بالمشكلة، تاني خطوة تحديد المشكلة. هنشوف الخطوتين دول بيتكلموا عن ايه. يعني ايه ان انا اشعر بالمشكلة؟ اي الشعور بالمشكلة معناها الشعور بالحيرة والتردد او الحاجة للتفكير عشان اواجه موقف صعب او صعوبة. بالظبط كده، احنا محتارين، فيروس جه قلب العالم كله، يبقى انا عندي مشكلة ومتحيرين فيها ومترددين ومحتاجين تفكير عشان نواجه الموقف ده او نواجه الصعوبه. يبقى عشان اعمل تفكير علمي لازم احس ان في مشكله. تاني حاجه ابتدي احدد المشكله. هنا نبتدي الفرد يقوم بتنظيم الخبرات المتوفره عنده وحصرها في طريق يؤدي لتحديد الصعوبه او المشكله تحديد دقيق. يبقى هنا دايما العلماء لما بييجوا يعملوا تجربه يبتدوا يحصروا الاعراض دي وعدد الافراد. ناس احنا اتفقنا ان الفيروس ده قالك فيروس بيجي نتيجه برد، او بيجي فيروس من فيروسات الانفلونزا المتحوره، يبقى يبتدي يشوف هنا المعلومات ويجمع الخبرات اللي موجوده عنده ويبتدي يحدد الصعوبه اللي موجوده. وابتدينا نرجع السبب ان انا عندي فيروس جديد اسمه فيروس كورونا، يبقى انا هنا جبت الفيروس ده منين؟ نتيجه ان انا جمعت معلومات.
يبقى كده خدنا اول خطوتين من خطوات التفكير العلمي لحل اي مشكله. لازم البدايه اشعر بوجود مشكله، حسيت بحيره، حسيت بتردد، يبقى انا محتاجه لتفكير عشان اواجه موقف او صعوبه. تاني حاجه ابتدي احدد المشكله، يبقى الفرد هنا يبتدي ينظم الخبرات اللي موجوده عنده يؤجل تحديد الصعوبه او المشكله تحديد دقيق. يبقى احنا كده اتكلمنا عن المهارات وخدنا اول خطوتين من خطوات التفكير العلمي. ان شاء الله المره الجايه هنكمل بقيه خطوات التفكير العلمي وهناخد الصعوبات اللي بتواجه التفكير العلمي، ويبقى كده خلص معانا الموضوع التاني ان شاء الله. اشوفكم على خير باذن الله.